سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. نبدأ الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد وسامحوني على التاخير باسكو كنت في فتره تاع امتحانات. اليوم حندير لكم فيديو جديد، حندير لكم روتين في الاقامه الجامعيه، روتين بالنكهه تاع الدار تاع الخدمه تاع هذيك الريحه تاع الدار حنديرها هنا في الاقامه الجامعيه. وما نطولش عليكم ياسر حبيباتي ونخليكم مع لا فيديو. هنا نوض الصباح، فطر، درت فطور خفيف بركة، ومن بعد راح نبدا روتين تاعي. هنا لقيت في الكولوار جيراني دايرين انيفرسير لصاحبتهم، دخلت ما بيناتهم بقيت نصور. هنا داروا ليهم داروا لها تاكوسا كبيره كيما درتها قبل في انيفرسير تاع وحده، وجات مليحه خلا الانيفرسير تاعهم. نقول لها كل عام وانتي بخير. هيا غني هابي بيرثداي. شفتوا الوصفة هذيك اللي درتها لكم المرة اللي فاتت، الخبيزات هذوك عجبتني خلال لاباط تاعها كي طابت. قلت لكم جات هكا مقرمشة وما جاتش اصلا معجنة، حبيت نعاودها. بصح المرة هذه حبيت نبدل حشو، حابة ندير حاجة خفيفة برك باسكو عبالكم بلي ليامات تاع لي كونترول ما نقدرش هكا نطول حاجة في الطياب. يعني هنا راني سجيت العجينة هكا الصباح، خليتها تتخمر، ومن بعد جوي هكاك ل 12 بديت نطيبها ونعمرها بالحشو هذاك اللي عندي. هنا بالنسبه للحشو قليت البطاطا، درت فوقه فرماج رابي، مايونيز، هريسه وطون، وقفلتهم وحطيتهم يطيبوا فوق المقله، يعني جوست ما يحمروا لي بركه. وهكا البنات كان الغدا تاعي تاع هذاك اليوم. قلت لكم اليوم راح ندير اجواء الدار في الاقامه الجامعيه. هنا راح ندير الشوربه مع بوراك العشاء. راح ندير الشوربه تاعي تاع الدويده برك. انا قليت اللحم مع البصل على نار هاديه باه البصل واللحم يسيبوا العسل تاعهم مليح باه تجيك الشوربه تاعك بنينه. من بعد راح ندير ليهم لي زيبيس، درت الفلفل الاحمر، الفلفل الكحل، ودرت لي زيبيس تاع الشوربه سبيسيال. من بعد خليتهم يتقلوا وزدت ليهم مغرف تاع طماطم كيف كيف، خليتهم يتقلوا على نار هاديه. من بعد هنا نزيد ليهم الماء سخون باه تجي الشوربة تاعي بنينة. كنت ديجا سجيت العجينة تاع الورق تاع البوراك، عبالكم دلي ديما نديرهم وحدي هنا في الإقامة ما نشريش خضاه. هنا سجيتها بركة، وهنا درت الحشو تاعي تاع البوراك وطيبت هذيك الملصوقة وحشيتها، ومن بعد أقليت البوراك تاعي. وهكا البنات كان العشاء تاعنا، كانت حاجه سامبل بركه. هنا زد درنا ماسيدوان وهذا هو العشاء، يعني اجواء شويه تاع رمضان. يعني هنا ما كانش بلا دوزيام، بس هكا ريحه الشوربه وريحه البوراك في الاقامه يفكرونا في الدار. اليوم البنات الفيديو راهو قصير بركه باسكو قلت لكم عندي لي كونترول وما عنديش وقت ياسر خلا باه نصور وباه ندير المونتاج. يعني كي درت لكم فيديو الوقت هذا راني مليحه. يعني هكا حبيباتي نكون كملت لكم لا فيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون استفدتوا شويه منه. نقول لكم نحبكم ياسر ياسر خلا. بعد لي كونترول نرجع لكم بنصائحي ونرجع لكم بالفيديوهات هذيك الطويله حتى تملوا منها. هنا بعد ما كملت
غسلت العشاء، غسلت الماعن، سيقت لاشامبر، وكي العادة هنا درت هذايا العنبر تاع المسك باه هذيك لاشامبر تنحى منها ريحة الطياب، باسكو انا كي نطيب ما نحبش خلاص تبقى ريحة الطياب هذيك في الشامبر، لازم نقضي عليها باي طريقة، نسيق مليح بالجافيل ليزيس شو اسمه اللومو، ونزيد كي نكمل ندير هنا العنبر باه تروح الريحة كومبلي. وهكا نكون وصل نهاية الفيديو تاعنا، نقول لكم نحبكم ياسر، خلاص سلام.